سعيد حجابي فندم مدير مبيعات. لا التحف بتاعت السوار دي كذا مستوى يا فندم، زي بلاستيكات، زي صيني، زي كريستالات، زي حاجه اسمها ليموجات اللي هي تقليد السفر الفرنساوي، في كذا موديل يا فندم، كريستالات او الصيني. حضرتك بتبدا من 10 وطالع، من 10 جنيه وطالع. الله ينور عليك. في صناعه مصريه وفي استيراد، والمصري مع حضرتك من 5 جنيه مثلا ممكن نقول ل 15، ولكن الاستيراد من 10 لغايه 90. الثبات ده كده حضرتك بمكوناته يعمل معاكي 15 جنيه. كلية التحفة اللي جوه، أي إن كان، ممكن يكون بيبي صغير، ممكن يكون مصحف معايا حضرتك، باللفة بتاعته زي ما حضرتك شايفة. لو هنتكلم على موضوع الحشو، ما أقدرش أشتغل معاكي حضرتك بالحشو جاهز، لأن الحشو ده حاجة بتتاكل، فلازم حضرتك هتختاريها بنفسك كيلو. ولكن لو كلمتك فيها جاهز ابقى بفرض حاجه عليكي. لا ما ينفعش. لا عادي، الجمل كتير حضرتك معانا كتالوج، بنوريه للعميل بيختار هو من الحاجات اللي ورا دي. حضرتك عباره عن تحف لجهاز العروسين او هدايا، هدايا خطوبه، هدايا جواز، اسعارها بتتناول من 250 وطالع. لا الشوكولاته انا شغال في مصر، ما بشتغلش شوكولاته مستورد، بدءا من 50 وطالع. مظبوط يا فندم. مستورد دوت بجيبه بالطلب. والله يا فندم هو مقارنة بالسنة اللي فاتت في يعتبر في إقبال شوية في المتوسط، عشان الظروف اللي كانت اتعرضت لها البلد بخصوص كورونا والكلام ده، ففي الوضع الحالي يعتبر في الحركة كويسة شوية.